اهلا بكم مره اخرى مشاهدي الكرام، اجدد التحيه باسمكم الى الدكتور سيد شعبان رئيس الشبكه القوميه للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. ما الذي يؤدي طبقا للتفسير العلمي ان تقع زلازل في هذه المنطقه ولا تقع في منطقه اخرى؟ وهل علميا في تفسير انه في دول موجوده في حزام الزلازل، وهل علميا في دول ممكن ما تكونش موجوده في حزام الزلازل وتدخل في حزام الزلازل والعكس، ان تكون داخل الحزام وتخرج؟ وما هو الحزام في الاصل؟ طيب اسمح لي ابدا بحضرتك، اشكرك على الاستضافه، جزاكم الله كل خير. نبدا بالاول، ليه بتحصل الزلازل؟ احد النظريات اللي بتفسر الزلازل مقسمه الارض الى الواح. الألواح دي بيحصل عليها بعض الحركات البسيطة جدا التي لا شعر بها الإنسان، لكن هذه الحركات يا إما بتكون لو بصينا للوحين زي ما حضرتك موجودين، يا إما احنا بنتباعد عن بعضنا البعض أو بنقترب من بعضنا البعض. نتيجة الحركة دي، حركة التباعد ده، بيؤدي إلى حدوث شد وتمزق للصخور الأرضية، وده بيؤدي الى حدوث او النشوء او لحدوث التصدعات الارضيه. في حاله التباعد، في حاله هو التباعد. في الاصل الالواح دي الواح صخريه بتبقى موجوده بشكل يعني طبقي كده موجوده فوق بعض. الالواح ده حاجه كبيره جدا، يعني مثلا افريقيا تعتبر لوح. قاره افريقيا بكاملها تعتبر لوح. لو احنا نتكلم على المنطقه بتاعتنا، نيجي لشبه الجزيره العربيه، ده لوح ولكنه صغير. شبه الجزيره العربيه وسيناء ده يعتبر لوح ولكنه صغير في الحجم. الجزء بتاع شرق البحر المتوسط والجزء اللي هو الجزء من آسيا اللي هو عند تركيا، ده أيضا لوح، ده اسمه اللوح الأوروبي الآسيوي. يعني يا دكتور الألواح دي بتقيم على حسب الأرض وما يحيط بها من بحار، هي دي ممكن بتكون حدود الألواح؟ لا، الحدود الألواح دايما وأبدا كان اللي بيحددها حدود النشاط الزلزالي. في الأماكن اللي بيحدث فيها نشاط زلزالي بتبقى هي الأماكن اللي بتحدد الحواف بتاع أو الحد الفاصل ما بين لوح وآخر. بالنسبة احنا زي ما قلت لحضرتك من شوية أن إفريقيا تعتبر لوح والجزيرة العربية وسيناء يعتبر لوح، علشان كده بنلاقي زلازل بتحصل في الحد الفاصل اللي بينهم اللي هو البحر الأحمر. بالنسبة للبحر المتوسط هو الحد الفاصل ما بين اللوح الإفريقي واللوح الأوروبي الأسيوي، عشان كده بيحصل زلازل عند القوس القبرصي والقوس الهيليني اللي هو بالقرب من جزيرة كريت. ده الأساس، السبب الرئيسي لحدوث الزلازل. يعني معنى كده ان الألواح دي مش فوق بعض، دي متقابلة منتشرة على الأرض. تمام. كانوا زمان بيقسموا الأرض إلى قارات وبيقولوا القارات دي، لا دلوقتي الفكرة الحديثة إن الأرض لا، عبارة عن ألواح. الألواح ده ممكن يكون جزء من قارة زي اللوح العربي، وممكن يكون قارة كاملة زي اللوح الإفريقي. يعني في حالة أن تباعدوا أو تقربوا الألواح، أيوة. دي هنا بيحدث الزلزال، هنا بيحدث الارتطام. إما لو بيتباعدوا بيحصل شد وبيحصل تكسير للصخور فبيحصل تصدع. يعني صخر بيتحرك كان الصخرين لو بالشكل ده فبيحصل انفصال. الانفصال ده التمزق، زي ما انت بتمسك حتة توب وبتمزقها. مفهوم. ده بيعمل خروج للقوة وده اللي بيؤدي لحدوث الزلزال. الحاجة التانية ان اللوحين يقتربوا من بعض فيرتطموا. دي بيكون لك السلاسل الجبلية، واشهرها جبال الهيمالايا في الهند. السلاسل الجبليه دي الارتطام دي ايضا بيؤدي لحدوث الزلازل. عاده الشد والتباعد بيكون في البحار في البيئه المائيه، والارتطام بيكون في اللاند في الصخور. يعني زي الزلازل اللي بتحصل في ايران والزلازل اللي بتحصل في الهند والباكستان. دي زلازل مرتبطه بارتطام الالواح وبعضها. تمام. في البحر عندنا البحر الاحمر اللوحين بيبعدوا عن بعض. فعشان كده بيحصل عندنا زلازل في البحر الاحمر. نيجي بقى في النوع. طب في فرق بين بين الارتطام والتباعد؟ يعني في فرق بين الهزات دي والهزات دي؟ عاده الارتطام بتبقى لانه بيتم في الارض في اليابسه. بيبقى الزلازل كبيره جدا ومدمره.
لان تصور عربيتين ترليتين نقل كبار بيخبطوا ببعض. فبيبقى الارتطام شديد جدا. سيدنا تتكلم في قارتين بيخبطوا ببعض. قارتين بيخبطوا ببعض. او بالنسبه لنا احنا لوحين كبار بيخبطوا ببعض. البحار ايضا بتحصل فيها زلازل كبيره، لكن في معظم الاوقات البحار دي مش مأهوله بالسكان. او السكان على اليابسه والمسافات بعيده بين اليابسه وبين فبرضه بيحصل زلازل كبيره بتكون مدمره، لكن على ما توصل للسكان بتكون مشت مشت مسافه كبيره، وتكون القوه عزمها اقل، وتوصل للسكان بقوه ضعيفه. طيب هرجع سؤال هو انا سالته في الاول برضك، هي فكره الحزام، الحزام اللي حضرتك قلته اللي هو الفوارق او المناطق التماس ما بين الالواح. ايوه مظبوط. طيب احنا بنتكلم الاحزمه دي ثابته ولا متغيره؟ اولا معنى كلمه حزام معناها ايه؟ ان منطقه يحدث فيها زلازل بصفه دوريه ومتكرره. ده علشان اقول ان دي بقت حزام. الحمد لله احنا ما عندناش الموضوع ده. يعني احنا ما عندناش زلازل بتحصل بصفه دوريه ولا متكرره. ده مجرد يعني مصطلح لتوصيف حال. ايوه تمام. نيجي مثلا على الميد اوشانيك ريدج اللي هو الفاصل بين قاره امريكا وبين قاره افريقيا. الجزء ده بتحصل فيه زلازل بشكل كبير وبصفه دائمه ومتكرره. عشان كده بنقول ان ده يعتبر حزام زلازل. ايضا في تحت في المحيط الهندي ايضا بتحصل الزلازل بشكل كبير وبصفه متكرره. طيب. فاحنا الحمد لله مصر بعيده جدا عن هذا الامر. طيب ايه يا دكتور اللي يخلي بتسميه العلم الحديث انه افريقيا كلها لوح واحد؟ نعم. مش اتفقنا على كده؟ ايوه مظبوط. يحصل زلزال يبقى موجود في مصر وما يبقاش موجود في دوله افريقيه تانية مع ان احنا الاثنين موجودين على سطح لوح واحد. اولا الزلزال مش موجود في مصر. طيب. الزلزال بيبقى موجود في الارتطام. نيجي كنت لسه هكمل لحضرتك. ال- 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 الحركات دي بتتم ازاي؟ بتعتمد على الكثافه. كثافه ايه؟ كثافه الالواح، كثافه الصخور بتاعه الالواح. اللوح الافريقي لوح تقيل، لوح قديم، والصخور اللي فيه كثافتها عاليه. اللوح الاوروبي اسيوي او الاوراشيان بليت زي ما احنا بنقول كثافته كثافه خفيفه، وبالتالي الكثافه العاليه لما بتبعد او بترتطم بالكثافه السابقه بتغوص. فاللوح الافريقي بيغوص تحت اللوح الاوروبي اسيوي. بس ده مش بيتم بالقرب من الحدود المصرية، لا، بيتم في وسط البحر المتوسط عند قبرص وكريت. تمام. علشان كده نتيجة الغوص ده بيحصل زلازل، وأحيانا بيحصل بعض النشاطات البركانية. ليه بقى احنا بنشعر بزلزال على الرغم ان احنا في نفس اللوح؟ هنا نتكلم على العوامل اللي بتؤدي لحدوثي انا للزلزال. اول حاجة قربي أو بعدي من بؤرة الزلزال، دي أول حاجة بتأثر على إحساسي بالزلزال. أنا فين من الزلزال؟ على بعد قد إيه من بؤرة الزلزال؟ تاني حاجة المكان اللي أنا قاعد عليه نوعه إيه؟ هل هي صخور صلبة ولا صخور رسوبية زي الدلتا مثلا؟ يعني في أسوان صخور صلبة، كلها صخور نارية صلبة، في الدلتا كلها رسوبيات. يعني معنى كده دكتور إنه حتى في الأرض الواحدة ممكن تكون البيئة إحساس مختلف. إحساس مختلف. ممكن عشان كده لما بنيجي نقول حتى إحنا في نشراتنا إنه شعر بيها منطقة الشمال أو البحري والجنوب ما شعرش بيها. تمام. هل الأسباب دي؟ أيوه طبعا. أول حاجة الشمال أقرب لبؤرة الزلزال من الجنوب. وبالتالي كمية الطاقة اللي بتوصل له أولا لأنه في البداية بتوصل له أكبر. الجنوب لانه على بعد اكبر فالطاقه بتمشي مسافه اعلى فبيحصل لها اضمحلال. فكميه الطاقه اللي بتوصل له بتكون اقل. تاني حاجه الجزء الشمالي طبقه من الرسوبيات. الرسوبيات في علم الزلازل بتكبر احساسك بالموجه. بتكبر احساسك انت بالموجه لانها ارض طريه ومشبعه بالمياه. غير الارض الصلبه. غير حضرتك بتتكلم على حواف الشواطئ مش كده؟ على 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 مصر عموما. تمام. على مصر بتكلم على ليه في مصر اماكن بتحس بالهزات بتكون شديده وفي اماكن ما بتحسش بالهزات خالص. دي اولا زي ما قلت لحضرتك قربا او بعدا من بؤره الزلزال، طبيعه المكان. تالت حاجه ودي اهم حاجه الجاهزيه الهندسيه للمبنى اللي انا قاعد فيه. يعني مبنى مثلا زي مبنى ماسبيرو اللي احنا موجودين فيه ده
مبني على قواعد هندسية، فمبني وهم بيصمموه كانوا عاملين ان هو يحتمل هزة بقوة كذا، فبالتالي المبنى مجهز انه حتى لو حصل زلزال يقدر يتحمل. للأسف الشديد غالبيتنا بيبني المباني بتاعته بدون أخذ المعاملات الهندسية في الاعتبار. احنا عندنا ما يسمى بالكود المصري للإنشاءات، اللي بياخد الكود المصري للإنشاءات دي غالبيتها الهيئات الرسمية، يعني مستشفى، كوبري، مبنى زي المبنى اللي احنا فيه، لكن الأهالي ما بياخدوش الأمر ده في الاعتبار. فممكن يكون أيضا البيت نفسه مش مبني بطريقة هندسية تحتمل الهزة الأرضية. هو هنا احتمال الهزة انه المبنى يتحملها ولا يتضرر، ولا انه المبنى يتحمل وانا لا اشعر بالهزة؟ لا، احنا هنحس بالهزة في كل الحالات، في كل الحالات، لكن مقدار احساسي بالهزة هو اللي بيختلف. طيب انا دكتور عايز استفيد علميا باقصى حد، انا كنت اتمنى انه حضرتك تكون موجود معايا طول الحلقة. الله يخليك، جزاك دكتور الله خير. احنا هرجع تاني لنقطة الاصل. نعم، احنا اتكلمنا هنا على انه ممكن منطقة في مصر تحس ومنطقة ما تحسش، وده متوقف على عوامل كتير. نعم صحيح كده برضك. صحيح. طيب احنا بنتكلم على اللوح الافريقي بصورة عامة. نعم، وذكر حضرتك للحديث في الاول انه الزلازل بتحصل في الحواف اللي هو التقاء الالواح ما بين اوروبا وافريقيا مثلا. نعم، معنى كده انه وسط افريقيا ما يحصلش فيه زلزال؟ لا، بيحصل فيه، بس دي زي الزلزال بتاع اكتوبر اللي حصل عندنا في سنة 92. ازاي؟ دي بتبقى نتيجة التصدعات الارضية في داخل اللوح، ملهاش علاقة بقى بالالتقاء لوحين او بعدهم عن بعض. وايه اللي يخلي اللوح الواحد يتصدع يعني ينفلق؟ ايوه، يحصل تشققات وكتلة تتحرك بالنسبة لكتلة اخرى. ايه اللي يخلي ده يحصل اصلا؟ اولا من غالبية الحاجات دي تدخل انساني، البشر، النشاطات الانسانية، زي مثلا عندنا المصانع اللي محتاجة صخور، عايز يبني منشأ كبير محتاج صخر، بيجيب الصخر منين؟ بيفجر بالجبال، من الجبل. آه. او مصانع زي مصانع الاسمنت. علشان يحصل على الحجر الجيري. طبعا في مصر الكلام ده تحت الكنترول، القوات المسلحة مسيطرة على هذا الامر. ما فيش اي تفجير عشوائي، عشان بس الناس ما تتخضش. لا، التفجيرات دي بتتم تحت اولا مظلاتنا العلمية، احنا بنراقب هذا الامر علميا، وتحت سيطرة قوات المسلحة. يعني التفجير مش المصنع هو اللي بيعمله، لا، الجيش هو اللي بيعمله. فدي امور ما تخوفش، لكن انا بتكلم بصفة عامة اللي بيحصل. انا بكسر جبال، وانا بكسر الجبال بيحصل اهتزاز للارض مع الوقت، مع التكرار، ومع التكرار حتى لو كانت القوة صغيرة ممكن يبدأ الأرض تحملها، أو يحصل لها إجهادات، ويحصل لها يبدأ يحصل لها تكسر. طب وهل الإجهاد ده بيعيد تشكيل شيء ما في الأرض أو في اللوح أو في البقعة الجغرافية اللي حصل فيها ده؟ هو عادة الصدوع داخل الألواح بتكون صدوع محلية، يعني في جزء محلي صغير بتحصل عليه تصدعات، بيحصل عليه هزة، بتعتمد بقى على مقدار الطاقة اللي خرجت. بمعنى ايه؟ من الارض، من الهزة نتيجة التصدع. ما هو اول ما حصل تصدع حصل زلزال. زي ما حصل في منطقة دهشور في 92. لما بيحصل التصدع بتعتمد بقى هل كمية الطاقة خرجت بالكامل، وبالتالي الارض بعدها بتستقر ترجع لوضع الاستقرار. طب تيجي دكتور نقرب المسافة للسيد المشاهد وليا انا اكتر. اتفضل. انه معنى كده انه حضرتك بتقول لي انه هنتكلم على وسط اللوح او قلب اللوح. نعم. وفي الاخر هينسلخ الامر على الاطراف. معنى كده انه حصل انشقاق. نعم ما. صحيح. فالانشقاق ده اتحرك فحصلت. نعم. هزة ارضية. صحيح. الانشقاق ده لم يستقر في حركته. نعم. وفضل لحد ما يستقر، فضل يزاحم الجزء المقابل. صحيح. الوقت اللي بياخده لحد ما يستقر هو ده اللي بتحصل فيه التوابع. ايوه، لغاية لما كمية الطاقة بالكامل تخرج. ده المقصود بالطاقة. لكن من رحمة ربنا اولا الهزات الارضية لا تتعدى الثواني، مفيش زلزال كمل دقيقة على مدى التاريخ، مفيش زلزال قعد دقيقة ابدا، هي مجرد ثواني وبينتهي. الطاقة بعد كده لو لغاية لما يحصل التكرار، او نفرض ان زي زلزال 92 مثلا كان 5 او 5 وشوية، اللي بعده بيبقى 4 4 وشوية، 3 3 وشوية، 2 2 وشوية، لغاية لما الارض تخلص كمية الطاقة اللي كانت متخزنة فيها وتستقر، يرجع الوضع الاستقرار، ومن هنا تنتهي الزلازل من هذه المنطقة.
إلى أن يحدث تجميع مرة أخرى للإجهادات، إما في نفس المكان أو في مكان آخر. يعني إيه تجميع للإجهادات؟ يتقصد أنه 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 انشقاق ده لم يلتئم التئام كامل ما هو حصل تصدع من الأرض عبارة عن طبقات. لما بيحصل تصدع بيحصل جزء من المجمى أو الصهارة بتخرج. يعني إيه الصهارة؟ حرارة؟ لا، اللي هي الصخور المنصهرة. تمام. الأرض عبارة القشرة الأرضية، ودي صخور صلبة تحتها صخور شبه سائلة زي الجيلي كده. دي اسمها الصهار، أو إحنا بنسميها المنتل. الصخور الصهارة دي ميزتها أو ربنا خلقها علشان تحفظ اتزان الأرض. أنا لما بعمل اختلال في الميزان في حتة، الصخور دي بتطلع في الشقوق اللي بتحصل بتملاها بحيث أن الأرض ترجع تاني للاتزان، لوضع الاتزان، عشان بتملاها وتتحول لحاله صلبه. بتتصلب، ايوه، زي الصخور اللي عندنا في الجنوب. غالبيتها كانت عباره عن صخور صهاره خرجت من بطن الارض وتصلبت على سطح الارض. عشان كده حضرتك لما ضربت مثل باسيا وقلت لي جبال الهيمالايا، هل الطبقه اللي هي صخور الصهاره دي ممكن تطلع على سطح الارض وتكون شكل بقى زي الجبال ده في ايوه، بس احنا بنتكلم في ملايين السنين، مش في سنة أو اتنين. يعني العمر في الجيولوجيا بيتحسب بالملايين. احنا بنتكلم في الأرض عمرها 4 وشوية مليون سنة، فاحنا بنتكلم الأمور دي بتحدث في ملايين السنين، بتتم ببطء شديد، ممكن الإنسان نفسه ما ياخدش باله منه، يعني عينه ما تلاحظش هذا الأمر، لكن هي بتتم ببطء شديد على فترات زمنية طويلة لغايه اول ما الارض تستقر، بكده الزلازل بتنتهي. ممكن يجي انسان يعمل حاجه تاني او يتدخل بشكل اخر، او يحصل هزه ارضيه كبيره خارج اللوح فتاثر علي انا فتوقع لي مبنى مثلا او حاجه، ده برضو يعمل بعض الزلازل الصغيره، فيبدا الاجهادات مره اخرى تتكون. طيب يا دكتور، حضراتكم كأهل علم عندكم تفسير إيه اللي بيخلي يحصل احتكاك، سواء يعني تصادم أو ابتعاد بين الألواح؟ في أسباب؟ في هي عارف حضرتك ببساطة جديدة عشان نبسط الأمور للمشاهد، شفت براد الشاي وهو بيغلي؟ تمام. المية وهي بتغلي بتعمل ما يسمى بالتيارات الدوامية. التيارات الدوامية دي بتلف وبتخبط في غطا براد الشاي وبترفعه لفوق. مظبوط. ده نفس الفكره بالظبط بتتم في باطن الارض. في باطن الارض الصهاره، الماده الصهاره دي بتتحرك. ايه اللي بيحرك؟ هي دوران الارض نفسها، الروتيشن بتاع الارض. هي بتتحرك دوران مع دوران الارض. دوران الارض ايوه، بيخلي الماده الصهاره تتحرك، بيعمل ما يسمى بالتيارات الدواميه. والماده الصهاره دي مرتفعه الحراره؟ جدا. صخور منصهرة صهرة جدا. الصخر وهو طالع بيخبط في القشرة الأرضية فبيجذبها معه، بيشد القشرة الأرضية من هذا الاتجاه وبيشدها من هذا الاتجاه، فيبدأوا اللوحين يبعدوا عن بعض، أو العكس، اللي صهارة جاية كده وجاية احنا هنا بنتكلم بقى. إذا التباعد والاصطدام مرتبط بحركة على حسب حركة المادة الصهارة. يعني هي لو بتلف كده هتصطدم، ولو بتلف كده هيبعدوا عن بعض، هيبتعدوا. ايوه تمام. وممكن هما بيبعدوا، ما هو لو انا وحضرتك بنبتعد، حضرتك في نفس رغم انك بتبعد مني لكن بتقترب من اللي وراك فانت بترتطم بيه فانت ممكن الحركات بتتم في نفس الوقت، يعني حركه التباعد والارتضام بيتموا في نفس الوقت. طب وهل في مناطق في العالم مشهور عنها انه بيحصل فيها هزات ارضيه عن مناطق ثانيه؟ طبعا. ليه؟ عندك اليابان مثلا على سبيل المثال. ليه؟ لان الحركات الارضيه، حركات التباعد والتقارب دي كبيره جدا وعنيفه فيها. هل علشان هي يعني جزيره؟ مش حضرتك اتكلمت، يعني انت حضرتك هنا لما جيت كلمتني على حدود الالواح. نعم. اتكلمت ان البحر المتوسط واتكلمت على البحر الاحمر. صحيح. هل البحار يعني من ضمن العلامات على وجود الحدود، حدود الالواح؟ لا، هو الحركات مش مرتبطه دايما بالبحار، في بعض الحركات بتتم في اليابسه. زي ما قلت حضرتك لما لوحين بيرتطموا ببعض. لكن الحركات الارضيه بتتم في اماكن في الارض غير مستقر. انت عارف ان الارض حيه، يعني كائن حي، مش ماده، مش مجرد صخور، لا. في بعض الاماكن سبحان الله نسبه الحركات او التحركات دي
اسمها احنا بنسميها الانستيبل شيلد، الغير مستقر، الدرع الغير مستقر. احنا على سبيل داخلية ربنا فيه كده، طبيعته كده. احنا بالنسبه لنا احنا مثلا احنا في الدرع المستقر الستيبل شيلد، فعشان كده تلاقي الزلازل اللي بتحصل داخل جمهوريه مصر العربيه قليله جدا. يعني حضراتكم بتعرفوا الجزء المستقر والجزء اللي مش مستقر بناء على النشاط الزلزالي. غير كده انتم ما عندكوش قدره علميه انك تقدر تعرف بطن الارض في ايه. لا ازاي ده الكلام ده كان في بدايه العلم. احنا دلوقتي عندنا القدرات او عندنا الاجهزه اللي بتسجل النشاط الزلزالي، وايضا احنا بنستغل نفس الفكره بنعمل ما يسمى بزلازل اصطناعيه زي التفجيرات. احنا احيانا بنعمل تفجيرات باغراض علميه. بنجيب ما يسمى بنسميه احنا الدي اس اس او الديب سايزميك ساوندينج، بنجيب متفجرات طبعا بتبقى تحت مظله الجيش، يعني الجيش هو اللي بيبقى متحكم فيها، وبنحط نقاط للتفجير على مسافات معينة وأماكن للرصد أيضا على مسافات معينة، وبنفجر إحنا كبشر إحنا اللي بنعمل هذا التفجير علشان ندرس باطن الأرض. الموجات الزلزالية دي بتخترق باطن الأرض وتطلع تسجل على سطح الأرض. ده معنى كده. أنا بس ده آخر سؤال دكتور، ولازم تبقى عارف إنه الكم الأسئلة أنا سألتها ده فيه أضعافها كنت أتمنى إن أنا أسألها. معنى كده إنه حضراتكم في عمليات القياس العلمية دي إنه أنتوا بتقيسوا تقدروا تعرفوا إن الأرض هنا ده هنا فيه بترول، هنا فيه مياه جوفية، على حسب الموجات اللي بتخترق بتصطدم وترد إزاي أو بتصطدم وترد بعد وقت قد إيه؟ للأسف ما عنديش رفاهية الامتداد في الوقت أكثر من كده، لكن أنا سعيد بإنه التقيت بحضرتك. الله يخليك، جزاك الله خير. واستفدت على المستوى الشخصي، وأتمنى أن يكون الاستفادة كمان عمت على السيد المشاهد. أنا بشكرك دكتور وربنا يزيدك علم. سعيد بهذا اللقاء دكتور سيد شعبان، وأنت رئيس الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. اسمح لي أنه يعني يكون في بيننا تواصل أستفيد بالأسئلة اللي أنا ما سألتها. إن شاء الله. أنا تحت أمركم نورتنا. في أي وقت نورتنا. شكرا جزيلا. شكرا. دقيقة واحدة دكتور، إحنا هنلتقي مع حضراتكم في وقفة حوارية أخرى بعد قليل حوالين مصطلح أطلق عليه تكويد الأراضي الزراعية، يعني أنه كل أرض زراعية يبقى ليها كود. طيب مصر ما كانتش بتعمل ده ليه؟ ولما عملته إيه تأثيره في تقييم مصر زراعيا وتأثيره على تصنيف مصر في مجال الزراعة؟ هو ده على الأقل السؤال الرئيسي في الوقفة الحوارية القادمة إن شاء الله. أرجو أن تبقوا معنا.